70,000 كمان. نهدى على الناس شوية يا معلم محمود. لا لا نهدى على الناس شوية. المال ده رخيص. اديني الصح عليهم ولا فيهم بيع وشراء؟ بيع وشراء. طب ما تقول لي اللي عليهم عشان المشاهد. لو هم عليهم هقول لك عليهم. عشان بهام جاي من الحوش. معلاش فيها بيع وشراء هنا. بيع وشراء فيهم ب 65. البيع وشراء 65. وقلت افتح الله. تبارك الله. ضل حاصل. طب ولو حد عايزهم المشاهد؟ يعني ممكن ان شاء الله كده نقول ممكن ب 67 نبقى كده انا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق العيون الجاني. النهاردة الثلاثة يا جماعة 15 مارس 2022. بالصلاة على حضرة النبي تبارك الله. قلب تبارك صباح الفل يا عمدة. ده الجزء الثاني يا جماعه. احنا عملنا الجزء الاول لسوق العيون الجاني وده الجزء الثاني لسوق العيون الجاني. كل اثنين مع بعض ولا؟ كل اثنين مع بعض. كل اثنين مع بعض. اللي من هنا دول عاملين كام؟ دول بيشتروا فيهم ب 27. بيشتروا فيهم ب 27 هم الاثنين دول يا جماعه. جاي لك جاي جاي لك. والاثنين اللي من هنا كبير؟ ده اللي بيشتري فيهم ب 32,700. ب 32,700. والعجل اللي من هنا ده لباني؟ ما بيصيرش ولا سنه. لباني. ولا برونو كبيرة كده هو معلم؟ هو كده ده نوعيته كده. بس ما كسرش. سوداني ده على كده ولا فريزي؟ لا فريزي ده. فريزي؟ أغرب عجل ده. فين المستريح؟ فين اللي قال بأسوان المستريح؟ المستريح يا رايق. لا ده أنت بتروح له هناك ده. خش على المنبع يا حي. خش على المنبع بالصلاة على النبي. خش على المنبع. وينك يا حبيبي؟ ازيك يا حاج؟ صباح الفل يا راجل. صباح الفل يا زعيم. نهار كبير بالصلاة على النبي. يا موسم يمين ياخد 10. يمين ياخد 10. الله يوسع عليكم يا رب. تعال اوعى تسيب اوعى. تعال عنبر السوق هنا. هنا البهيمات اللهم صل على النبي عليهم. اتفرج. كل اثنين مع بعض يا معلم محمود. كل اثنين مع بعض. انا فيهم ب 65 وانا بقول ب 70. صلى على النبي. البيع والشراء الأربعة يا معلم؟ البيع والشراء فيهم 65. الأربعة دول يا جماعة 70,000 كمان. نهدى على الناس شوية يا معلم محمود. لا لا نهدى على الناس شوية. المال ده رخيص. اديني الصح عليهم ولا فيهم بيع وشراء؟ بيع وشراء. طب ما تقول لي اللي عليهم عشان المشاهد. لو هم عليهم هقول لك عليهم. عشان بهام جاي من الحوش. معلاش فيها بيع وشراء هنا. بيع وشراء فيهم ب 65. البيع والشراء 65. وقلت افتح الله. تبارك الله. ضل حاصل. طب ولو حد عايزهم المشاهد؟ يعني ممكن ان شاء الله كده نقول ممكن ب 67 نبقى كده نفسنا نفسنا ردة البيع. ب 66 وتبارك برضه. اللي يجي منك برضه. الله يوسع عليك. الله يوسع حبيبي. الله يوسع عليك. الله يزيدك يا باشا. اما لا في شدة يا معلم. لا والله. واخذها من هناك والله. لا والله يا رجل. ده في عجل قد كده ب 16,000. فرق فرق. انت بتقول كده. طب هم انت اهو. ما محصلين 16 احتمالهم 16 وحاجات. صح ولا لا؟ مش كل واحد. بس غلو الرده والعلف. المفروض الدوله دي تدعم المزارع. المفروض. والله المزارع. والله المفروض. اللي بيوكل المفروض تدعمه. مين في الدوله؟ الرده دلوقتي ب 250 جنيه. مين باصص في الدوله طيب؟ شوال الرده ب 250 جنيه وشوال الغله وصل 400 جنيه، طب ايه هيعمل الراجل بيربي؟ والله ورغيف العيش. الدولة تعمل تدعيم لربي البهيمة والمزارع وكله. على الله رايل. على الله. لينا الله احنا لينا لينا الجنة. تراعي للناس. يعني شو الردة ب 250 جنيه، الشهر اللي فات كان ب 160 جنيه، يبقى دروكيدي ب 250 جنيه في خلال اسبوع ولا 15 يوم، ليه؟ ولا شوية الغلة ب 400 جنيه.
40 كيلو بيقول عشان خاطر الحرب. يعني طب واحنا منهم ولا الحرب؟ احنا ايه منهم ولا الحرب؟ يعني لو مغزى في الكلمه، معلش في الكلمه، روسيا دي بلد منتجه والله، اقتصادها مواقف، بتصدر برضو، محدش هيجي جنبيها، برضو بتصدر. مش هي اللي كانت بالحرب بتصدر، يعني ما فيش بلد واقف. هم بيقول الاعلام المصري بيقول كده. يا عم الاعلان هنعمله ليه الاعلان؟ هو بيقول كده، بيقول الحرب. طب ما يصلح عنا وحاله. امين يا رب. في حاجه ثانيه معاك؟ ايه باشا، في حاجه ثانيه معاك؟ في مهمتين مربوطه، بس من نحلها هخليك تتفرج عليها. تمام، نحط رقم تليفونك. 011 011 تتعبني بالتليفون. 011 64. الله انت رئيس سمح يا عم، الله يستر. نسيت الرقم، قعدت تفكر في روسيا الغلا الغلا غلا غلا حلف يا اخي، غلا الحلف تعب الناس والله، الناس كلها بتعب والله العظيم، والله الناس والله. عارف انت دلوقتي اصلا في حاله غليان في الشعب. يا راجل يا راجل يا باشا، بص صلي، انت تعرف شو اللي غلا وشو اللي غلا؟ قلت ب 650 جنيه. انت تعرف لو معك اربع بهيمات زي اللي انت ياكلون في يومين، ده بره التبن وبره الجيش. بالظبط بالظبط. تمام بالزبط. يعني احنا دلوقتي لو مغزى في الكلمه، احنا مش بلينا بتاع سنتين. انت عارف الواحد كان بيعتمد على الرده دي، الرده والشام. يعني في ناس عشان الغله زياده الغله زاد. يعني الاول زمان يا عم حمدي، زمان تعال خد بهايمك اسمع الكلام. لو تفتكر كان الناس توكل قمح وتوكل ذره وتوكل الحياه اللي هي الغاليه. تمام. ودي الشفول والكلام ده. دلوقتي المزارع معتمد على شويه الشامي وشويه الرده مع شويه التبن، وهم اللي غليوا. ايوه غليوا. ايوه يعني انا والله بشفق على الناس اللي هي واخده قروض في البهايم. ايوه صح والله، حتضطر الناس زياده. الناس لبست بتوع القروض دول لابسين في حيط والله، حيبيعوا بخساره. لابسين في حيط والله، حيبيعوا في خسائر عنديهم، والله في خسائر جامده عنديهم. الله يعينهم يا عم، والله في خسائر جامده عندهم في الغلو ده. طب قول لي رقم تليفونك لو حد عايزهم منك. 011 46 46 70 70 94 94 22 على الله ونعمه بالله. حبيبي معلم الله يوسع عليك. ايه علي العلي ده معلم؟ ايه علي ده؟ كم؟ 13 ونص. يا جماعه 13 ونص. الزعيم يا رايلي، عم احمد يا رايلي، صبح على المشاهدين يا رايلي. فينك يا رايلي؟ فينك وفين عروضك في الدنيا؟ معنا بقر. الصلاة على النبي، عندك بقر النهارده؟ بقر والد. تبارك الله تبارك الله. ابو طه يا جماعه النهارده مقدم لنا بقره والده، بسم الله ما شاء الله. يا رايلي اخيرا يا رايلي. طب قول لي اجي اعمل لك عرض. طيب الصلاة على النبي تبارك الله. ايه السنة ده يا حي؟ نورك يا عمي، صباح الفل. الله يوسع عليك، الله يوسع عليك. جمعا يا رب ان شاء الله. الله يوسع عليك، الله يوسع عليك. ايه السنة كبير؟ سد طريق. سد طريق، سد جديد يعني. تبارك الله ما شاء الله. هذا يا جماعة أبو طه مقدم لنا بقرة والدة. احنا دي يا جماعة بصراحة يعني احنا عايزين ناخذوها في أول الفيديو دي. أول فيديو البقر الوالد في نهاية الفيديو يا جماعة. عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.